السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية دائما وكالعادة نبدأ بأبرز عناوين هذه الحلقة. بعد تدخل من وزير الثقافة الفنانة منال بن شليخة تحصل على الفيزا الفرنسية. فضيحة الجزائر، رئيسا الفيفا والكاف يصلان إلى مطار سلا ويقفان على مأساة المنتخب المغربي. مطيبي يقصف الجزائر من المغرب ويعبر عن تأسفه لشبان المنتخب المغربي المشارك في الشان. الإعلامية زينب صابر تخطف الأنظار بظهورها رفقة زوجها التونسي وابنها بسام. محمد خيي يكشف حقيقة مرضها. تفاصيل مثول الفنان أمين الناجي أمام القضاء. كشفت الفنانة المغربية منال بن شليخة عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية على الانستغرام أنها تمكنت رفقة زوجها من الحصول على تأشيرة فرنسا بعد تدخل من وزير الثقافة والشباب السيد محمد المهدي بن سعيد. وفي هذا الصدد نشرت الفنانة تدوينة مطولة جاءت كالتالي: أود أن أشكر وزارة الثقافة على تدخلها، بفضلكم تم حل المشكلة وحصلنا على تأشيراتنا. يبدو أنه كان هناك خطأ في الملف، على أي حال تلقينا اعتذارا من السفارة. وصلت قائلة: آمل أن تتم تسوية جميع المخاوف الصغيرة مرة أخرى وإلى الأبد لجميع المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للدخول إلى منطقة شنغن. والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية منال بن شليخة أعلنت في وقت سابق عن رفض منحها التأشيرة بسبب نقص الموارد المالية. وعربت بن شليخة عن استيائها عبر مقطع فيديو قائلة: أنا مصدومة، لقد قدمنا بطلب تأشيرة لفرنسا الأسبوع الماضي وتلقينا رسالة نصية قصيرة تفيد بأن جوازات سفرنا أصبحت جاهزة. وأضافت: لذلك ذهبنا لسحبها وكنا على يقين من حصولنا على تأشيرتنا، لأن آخر تأشيرة حصلنا عليها من إسبانيا كانت لمدة عامين وكنا دائما نحصل على التأشيرة، وثائقنا كانت كاملة، ليس هناك أي سبب لعدم منح التأشيرة. وأردفت قائلة: لقد أعطونا ورقة تتضمن الرفض، والسبب هو أننا لم نقدم دليلا على أن لدينا وسائل كافية للعيش طوال مدة الإقامة المخطط لها أو وسائل العودة إلى بلد الإقامة. ووصلت قائلة: هذا يعني أننا لا نتوفر على الوسائل التي تخول الذهاب إلى فرنسا، من فضلكم أود فقط أن أفهم ما يحدث لأن هذا لا علاقة له بالواقع، أريد أن أفهم لماذا يرفض دائما منح التأشيرات. تزامن وصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي لمطار سلا الدولي في الوقت الذي ينتظر فيه المنتخب المغربي الترخيص له من الجزائر للمشاركة في الشان. وفي الوقت الذي أمضى فيه المنتخب الوطني المغربي ساعات في انتظار القرار النهائي للسفر نحو الجزائر من عدمه، استقبل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في ذات المطار جياني إنفانتينو وموتسيبي، حيث من المقرر أن يشارك في مراسيم قرعة كأس العالم للأندية المقررة زوال اليوم بأكاديمية محمد السادس بمدينة سلا. الوضع الذي سقط فيه النظام الجزائري تجاه قراره المجحف ضد شبان المنتخب المغربي مر تحت أنظار أكبر هيئة كروية في العالم الفيفا، الذين شاهدوا على التعامل السلبي والرياضي من إحدى أهم المنتخبات المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين. عبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن حزنه بعدما عاين انتظار المنتخب المغربي الأقل من 23 عاما في باهو مطار سلا الدولي وهم ينتظرون السماح لهم بالسفر إلى الجزائر والمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة القدم. وقال موتسيبي في تصريحات للإعلام قبل قليل من مطار الرباط سلا إنه يريد فعلا أن يتوجه هؤلاء الشبان إلى الجزائر لتمثيل بلادهم وكافة الأفارقة، مؤكدا أن الرئيس الجزائري ووزير خارجيته أكد له أنهما يريدان مشاركة المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا للمحليين
عشان. وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يعي جيدا أن هناك حظر للطيران المغربي من طرف السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أنه قال للجزائريين اسمحوا لهم بالمجيء في رحلة مباشرة، ولكن قالوا أن المسألة سيادية ونحن منهمكون في حل الأمر. وذكر رئيس الكاف أنه بذل جهودا خلال الأيام الماضية في نقاشات مع الحكومة الجزائرية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. شاركت الإعلامية المغربية زينب صابر التي تألقت بتقديمها لمجموعة من البرامج المغربية الترفيهية والفنية التي أبانت عن مكانتها في ذلك وقدرتها على التقديم بكل احترافية على صفحتها على الفيسبوك مجموعة من الصور المميزة. وقد ظهرت الإعلامية زينب صابر في هذه الصور رفقة زوجها ذو الجنسية التونسية والذي تقيم معه في تونس وتنتقل إلى المغرب من أجل تصوير حلقات البرامج التي تقدمها ثم تعود من جديد إلى تونس، إضافة إلى ظهور ابنها بسام في بعض الصور لأول مرة برفقتها وبرفقة والدها. فند الفنان المغربي محمد خيي خبر مرضه الذي جرى تداوله عبر إحدى الحسابات الفيسبوكية التي تنتحل صفتها والتي طلبت متابعيها بالدعاء للفنان المغربي بالشفاء. واختار خيي خاصية ستوري عبر خاصية ستوري بحسابه على الإنستغرام من أجل كشف حقيقة مرضه، وذلك من خلال إعادة نشر التدوينة الكاذبة أرفقها بتوضيح جاء فيها هذا الحساب الفيسبوك ماشي ديالي، أن الحمد لله بصحة جيدة وغير مسؤول عن أي منشور في هذه الصفحة، المرجو الإبلاغ عن هذه الصفحة. على الصعيد الفني ينتظر أن يشارك الفنان محمد خيي في الجزء الخامس من مسلسل سلامات أبو البنات والذي سيواصل إخراجه المخرج هشام الجباري. يمثل الممثل المغربي أمين الناجي اليوم أمام القضاء وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها ضده طليقته الفنانة جميلة الهوني. هذا ومن المنتظر أن ينظر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في الدعوى القضائية التي رفعتها الممثلة المغربية جميلة الهوني ضد الناجي، والتي تطالب من خلالها بالحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها القاصر الذي يعيش معها وتتكلف برعايته منذ طلاقها. وكانت الممثلة المغربية قد كشفت في اتصال هاتفي مع أحد المواقع الإلكترونية أن طليقها أمين الناجي ما زال متشبثا بقراره ولم يسمح لحدود الساعة لابنها باستكمال دراسته في مدرسة أجنبية حسب رغبته، مشيرة إلى أنه لا يتواصل مع نجله ولا يمنحه أبسط الحقوق التي يكفلها له القانون. وطلبت المتحدثة ذاتها من مدونة الأسرة أن تنصفها وتنصف كل امرأة مغربية مطلقة تعاني العديد من المشاكل المتعلقة بحضانة الأبناء، مبرزة أنه على المدونة منح الأم المغربية المطلقة كامل الصلاحيات القانونية للتعامل مع أبنائها في ظل غياب الأب. يشار إلى أن الفنانة المغربية جميلة الهوني خرجت عن صمتها لأول مرة أثناء حلولها ضيفة ببرنامج عالم شهرزاد، حيث تحدثت عن المشاكل التي تواجهها بخصوص حصولها على الوثائق الخاصة بنجلها. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.